لوسائل الإعلام كل ممثلي المجتمع المدني. احنا كانت اليوم على تحديد صحيجات في إطار الإعلان عن انطلاق التطبيق المثال المروري اللي طال ما كانوا يحلموا به معناتها باجة وأهالي باجة من ساكنيها وزوارها، نظرا للاختناق المروري اللي شهدته مع وسط البلاد، الضغط الكبير واللي قاعد يساهم في قلق كبير مع المواطنين. مش قلنا معناتها نمشوا للتنفيذ مباشرة، عملنا جلسات مع استباقية، عملنا مرحلة أو رزنامة، قلنا مو رزنامة عمل تتمثل أساسا في بداية الحملة التحسيسية، وهدية معناتها الندوة الصحفية تجي في هذا الإطار اعتبار يعني أهمية وسائل الإعلام في الحملات التحسيسية وتوعية المواطن والترشيد وتوجيهه. فما مرحلة أخرى بديناها ديجا نهار الجمعة وهو تطبيق العلامات المرور، معناتها اللي باش تسهل وباش توضح أكثر زادة عمل العملية هذية. المرحلة الأساسية دي اللي التحسيسية اللي باش تواصل ديناها ديجا غدوة إن شاء الله باش تنطلق زادة بخيمة تحسيسية باش تنطلق أمام قصر البلدية تاع باجة، باش نوزعوا مطويات يعني تسهل على المواطن وترشدوا تواصل الحملة التحسيسية دي معنا. مدام وقتاش باش تنطلقوا رسميا في التنفيذ المثال المروري هذا؟ بالنسبة للانطلاق رسميا باش يكون إن شاء الله نهار الجمعة، بعد نهار الجمعة 3 مارس 2017 بالطبيعة. التطبيق معناتها نحن استغلينا العطلة المدرسية على الأقل صعوبات، وتتواصل مع الحملة التحسيسية. خذينا بعض الإجراءات خاصة في استعانة بالأعوان الأمن معناتها كذلك تكثيف وتشجيع معناتها ونحن وطلب من المنطقة، معناتها زادة باش يساندونا في النقطة هذه إن شاء الله تكون معناتها انطلاقة ناجحة. مدام الناس سمعنا في فترة سابقة حديث على أنه فما شونغيل مش يكون موجود وعلى أنه ربما مش يرجع للصابو في شوارع مدينة باجة، هذا مش يصير في المرحلة هذه تزامنا مع تطبيق المثال المروري وإلا مازال مؤجل؟ بالنسبة هو اللي شنغال معناتها نحن قلنا باش يرتبط بانطلاقة المثال المروري هذايا باعتبار فيه معناتها بعض التوضيحات على كراس الشروط، شكون نقاط كراس الشروط معناتها واضحة اللي ربما معناتها الرغم عليه كون التطبيق المثال المروري هذا باش يولي بتوقيف في أماكن معينة باش تولي معناتها حد نوعا ما سيركيلاسيون باش نقص الضغط أكيد في وكذلك النقطة الأخرى كونها راهي لمدة شهر أو أكثر باش يكون عبارة عن فترة تجربة ما فيهاش مخالفات، ما فيهاش تطبيق مع القانون المروري إن شاء الله هذا اللي يساهم نوعا ما في تسهيل تطبيق ما ترش أنه باش أكثر نجاح مثال المروري هذا لازم فما دي باركينج باش الناس يحطوا كراهبهم، خاطر تبنعوا أنه باش يبلص في الشارع على هنا في وسط البلاد وعلامات مرورية جديدة وكل، لكن ويمشي يحط كراهبته. نحن قلنا معناتها إذا كان التطبيق إذا كان مش يمشي حسب المثال أكيد راهي عملية التوقف مش تكون معناتها بالشكل المضغوط كما نراوه توا، مي هذا ما يمنعش أهمية الباركينج ونحن معناتها إن شاء الله باش نفتحوا معناتها ديزافر في المجال هذايا من الخواص من البلدية وفي خير المسائل. يعطيك الصحة. باش يكون دور المجتمع المدني في تنفيذ المخطط المروري الجديد؟ المجتمع المدني هو الضامن معناتها لنجاح العملية هذه، يتمثل أساسا الدور نتاعه في نقولوا نحن مثلا للتوعية توجيه توزيع كما قلنا المطويات هذيك التوضيحية، وهنا يتابع زاد ويراقب المجتمع المدني راهو كما قلنا هو ضامن لنجاح معناتها أي تغيير إن شاء الله في البلاد نتاعه.